بسؤال قبل الفاصل، الجمارك العامة سهلت إلى تجار، نعم أم لا؟ نعم نعم، الجمارك العراقية حقيقة عندما أقر قرار 72-22 تم توجيه من قبل السيد رئيس هيئة الجمارك وأيضا رئيس هيئة المنافذ جميع المنافذ الحكومية بإعطاء يد العون للقطاع الخاص، لكن المواد الرئيسية التي تدخل في المائدة العراقية لم تمنح لها إجازات رسمية إلى الآن. إلى الآن. إلى الآن. ولا السباقية قبل رمضان. أبد. أبداً لها. طيب ممتاز. خبراء أستاذ ماجد يعني وصفوا خلينا نقول بهذه الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة وارتفاع الأسعار لحد الآن وصفوها بالترقيعية. بما أنه أنا أحس أنت مقتنع بهذه الإجراءات وليس أو ما مقتنع نهائياً بالتنفيذ لكن مقتنع 100,000 وسلتين غذائية برأيك. هاي ترقيعية تعيد هذا الكلام؟ مو بس هذه إجراءات أخرى أيضا. هذه هي بالأساس ترقيعية بس حل لأزمة. لو حل أزمة لو ما حل أزمة الحل الأزمة ما يجي بإجراءات للأحداث، إجراءات الاستجابة للأحداث. حل الأزمة يجري بتخطيط وتنفيذ ومراقبة. هذه المشكلة. طيب احنا لحد الآن من البترول وصلنا أكثر من 1,000 مليار دولار. طيب. للبترول واحدة سوينا بها كلها نفقات تشغيلية، أغلبها نفقات تشغيلية وأغلبها استيراد من الخارج. طيب فالموضوع هنا عندما نتكلم عن إجراءات إسعافية نعم هذه هي الصحيحة وما تقدر تسوي أكثر من هذا إلا إذا اتخذت إجراءات فعلا لتحقيق التنمية المستدامة. بقناعتك كافية للمواطن أم ستقول كافية للمواطن؟ عزيز للمواطن. نوع المواطن شنو نوع المواطن عزيزي؟ العراق عندنا نسبة الآن تحدثنا نسبة الفقر رسميا 30-31%. طيب مستوى خط يعني دون خط الفقر أو خط الفقر زين عمليا هي اكثر بكثير جدا، بعض المحافظات يصل الى 45-50%. طيب زين البطاله وصلت الى حدود 25%، الواقع هو اكثر من هذا بكثير جدا لان طيب. طريقه احتساب البطاله تختلف. كافيه 100,000 زين مو كافيه يا عزيزي، مو كافيه للموضوع المحدد، لكن اكو اشخاص صدروا لي قرار اولا مو كافي، لا لا ثانيا ما تنفذت بصوره صحيحه، هو ثالثا باقي المواطن، رابعا التاجر يشكو يقول لك انا شنو ذنبي انا بعد ابنك صار تاجر، انا اروح اقول انت ليش رافع الاسعار؟ يقول لي النقل صعد الي، المواد الغذائيه صعدت، انا شو اسوي؟ انا هذا رزقي اجيبه بهذا السعر اخلي ارباحي سعر الصرف ليش ما تتحدث؟